اوكي، هذه المحاضرة الأولى للفورمال ميثود موديل اند ميثودز. هناخد ريفيو سريع، مراجعة سريعة عليها. هذين الأوت لاينز بتاع المحاضرة هذه. يعني شو هناخد في المحاضرة هذه؟ هنعرف الفورمال ميثود، ناخد عليها انتروداكشن، شنو المين بيس اوف ذا فورمال ميثود، الخرافات أو الأساطير بتحكي على الفورمال ميثود، أي وي ستادي ذا فورمال ميثود، مش نسمعوا فيها. شنو معنى كلمة specification؟ شنو معنى كلمة formal specification؟ وشنو الدفرنس أو الاختلاف ما بين specification أو المواصفات العادية وما بين المواصفات المكتوبة بطريقة formal؟ بعدين هنشوف شنو أهمية البروف أو importance of the proof. يبقى الأوبجيكتيفز بتاعنا هنا، أول حاجة أو شنو هم الغرض بتاعنا هنا، إن احنا understand why the formal specification techniques help discover a problem for requirement. نبدأ بنفهم ليش الفورمال سبيسيفيكيشن هذينا أو المواصفات المكتوبة بطريقة رسمية، وهنعرف شو معناها فورمال بعدين، كيف إن هي بتساعدنا إن احنا نكتشفوا إذا كان في أي بروبلمز في المتطلبات بتاع النظام ولا لا. يعني لو في حاجة مش كلير كيف نقدر نوضحها باستخدام الفورمال ميثودز. تاني حاجة هي understand the concept of formal method definition، اللي نفهم شو معنى كلمة formal method، التعريف بتاعها، وبرضه نبقوا نعرفوا understand the importance of the mathematical logic، وشنو بنفهم شنو أهمية المنطق الرياضي أو mathematical logic. يبقى formal methods of the software development are not widely used في الاندستري سوفتوير ديفلوبمنت، ما نستخدموش في الفورمال ميثود هذه واجد في الاندستري. لما نجي نبي نطور برمجيات خاصه بالصناعه ما نستخدموش فيها واجد، وهنعرف ليش لاسباب معينه، اللي هي اكسبنسيف، اللي تحتاج ناس عندها خبره. Most of software development company don't consider it cost effective to apply them in their software processes. زي ما قلنا ان هي expensive to apply it. فمش كل الكمبانيز عندها القدرة اللي هي تطبق الفورمال ميثودز عندها. The term of formal methods includes number of different activities. يبقى الفورمال ميثودز فيها أربع activities أو يتخللها أربع حاجات، اللي هي formal system specification، يعني كيف نوصف النظام أو مواصفات النظام بطريقة رسمية، specification analysis and proof هي التحليل والبرهنة السبيسيفيكيشن اللي هي صح، ترانسفورميشنال ديفولمنت طريقة التحويل مثلا من يعني من سنتنس إلى ستيتمنتس تكون مكتوبة بطريقة رياضية أكثر، بروجرام فيريفيكيشن اللي هي نديرو في تيست أو اللي نختبر البروجرام بتاعي. So all of these activities depend on the formal specification of the software، لكنها تعتمد على الفورمال سبيسيفيكيشن بتاع السوفتوير. Methods of the formal methods أو أساطير الطرق الرسمية أو الخرافات اللي تحكى على الفورمال methods أو الطرق الرسمية هذه، إن هي أول واحدة إن الفورمال methods can guarantee that the software is perfect. يعني قالوا إن الفورمال method، هذه أول ميثي، قالوا إن الفورمال ميثود تضمن إن السوفت وير بتاعي بيكون بيرفكت، يعني ما فيش أخطاء. Rather they are very helpful at finding errors early on and can nearly eliminate some classes of error. يبقى هنا بمعنى شنو؟ بمعنى إن الفورمال ميثود تساعدنا إن إحنا لو في any errors أو any أخطاء إن هو يكتشفها مبكرا في الـ early stage في الـ software development، يعني في مرحلة requirements. تاني حاجة اللي هي they are all about program proving، يعني الشغل بتاعها كلها على البروجرام بروفينج، اللي بنثبت إن صحة شيء معين مظبوطة، تبقى صحة شيء. They work largely by making you think very hard about the system you propose to build. لما نستخدم الفورمال ميثود هذا بيخلينا ان احنا نكون نقروا الريكويرمنت بتاعنا مره واثنين وثلاثه، يعني بيخليني think about the system، نحلل السيستم، نفهم بطريقه احسن، مش نقدر نبنيه، يعني نفهم الريكويرمنت بتاعي بطريقه مظبوطه ونحاول نحللها ونكتبها بطريقه فورمال. They are useful only for the safety critical systems. Rather, they are useful for almost any application. قالوا إن هي بتكون مفيدة للأنظمة الحرجة أو الأنظمة اللي بيكون فيها
الفيلير او الفشل في السيستم بيؤدي الى وفاه او بيؤدي الى دامج كبير او اضرار كبيره. بدل من هيك لا، هي الفورمال ميثود هي يوسفول او هي مفيده فور اني ابلكيشن، اي تطبيق مش بس للسوفت كريتيكال سيستم. الميثود الثانيه اللي هي او نمبر 4 دي ريكواير هاي تيوند ماثماتيكس، تتطلب ناس بيكون عندهم درايه بالمصطلحات الرياضيه وعندهم خبره في الرياضيات. Rather they are based on mathematical specification which are easier to understand. فهما قالوا ان هي بتتطلب ان هما بتتطلب ناس بيكون عندهم تشيند، بيكون عندهم بيكونوا مدربين وفاهمين الماثماتكس بطريقة كويسة. لكن برضو rather than that في برضو ناس قالوا ان هو لا، يعني يعتمد على mathematical specification، يعني الحاجات الأساسية اللي في الرياضيات. they increase the cost of development. قالوا ان استخدام الفورمال ميثود هذا يزيد من تكلفة التطوير. Rather they can decrease the cost. بس وجهة النظر الأخرى قالوا لا، ان هي ممكن تقلل من الكاست. هي بتزيد الكاست لما انت بتجيب ناس بيكونوا فاهمين في السيستم، في المتطلبات بتاع الريكوايرمنت بتاع السيستم، وانت بتجيب ناس بيكون عندهم فكرة على الماث. فطبعا هذوما ناس حيكونوا عندهم اكسبيرينس وعندهم خبره، فممكن هذا يعني يكلف الكومباني اكثر. لكن هو في الواقع ان هو بيدير ديكريز للكوست، مش لان احنا بنتفادى الخطا ايرلي في السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، يعني نكتشف لو في اي خطا بنكتشفها في الايرلي ستيج بدل ما نكتشفها في التستنج او في الستيجز الاخيره. لا، بنكتشفها في الايرلي ستيج، فهذا طبعا بيقلل من التكلفة. They are unacceptable to client. Rather they help the client understand what they are buying. يعني قالوا ان هي مش كل الكلاينت يقبلوها او يحبوا مثلا ان هم يتعاملوا بالفورمال ميثودز. لكن غير هيك ان هي برضو كتابه الريكوايرمنتس او المتطلبات بتاع السيستم باستخدام الفورمال ميثود، هذا بيساعد الكلاينت ان هو اندرستاند وات دي باينج، يفهموا شنو السيستم بتاعها، شنو مكتوب بطريقه ماثماتكس. يعني ما فيش حد يختلف في سنتنس واحده او في جمله واحده. They are not used on real large scale software, rather they are being used successfully on a practical project in industry. يعني بيستخدموا فيها توا تقريبا، قالوا هي are not used on real، ما يستخدموش فيها في real لانها expensive. لكن توا الشركات اللي هي بتكون عندها ميزانيه كويسه او بادجت كويسه بيحاولوا يستخدموها بش شنو بش يتفادوا بعدين في الفيوتشر لو في اي اخطاء يتفادوها. So the formal software, the formal software specification, هي عبارة عن شنو؟ is specification expressed in language whose vocabulary, syntax, and semantic are formally defined. يبقى الformal software specification هي مواصفات أو هي specification بتكون مكتوبة بلغة معينة، عندها اللغة هذه عندها vocabulary خاص بيها، عندها بناء جملة خاص بيها، وبيكون معرف formally defined، يعني معرف بشكل رسمي معروف شنو الفوكابلز الموجودة في لغة المواصفات هذه، زي مثلا الزي ولا الفي دي ال. This need for a formal definitions means that the specification language must be based on mathematical concepts. إن الثاني الحاجة لتعريف ال formal specification إلى لغة مواصفات، لازم لغة المواصفات هذه أو the specification language هذه لازم تكون معتمدة على بعض المفاهيم الرياضية، يعني بيستخدموا الرياضيات في وصف المتطلبات. The branch of mathematics which is used is called discrete math, mathematics, and the mathematical concepts are drawn from set theory, logic, and algebra. يبدأ الجزء الخاص بالرياضيات هنا هنستخدمه في الفورمال ميثود يسموه discrete math، والديسكريت ماث اللي هو فيه هنشوفه الست لوجيك وفيها اللوجيك وفيها الالجبرا، هنعطيهم جنبها في الكتابات الجاية واحدة فيهم. هنا why study the formal method in software engineering؟ ليش احنا ندرس في الفورمال ميثودز او الطرق الرسميه في السوفت وير انجينيرنج؟
Okay, in software development, the formal method are mathematicians approach to solving software problem. مش نقدر نحل إذا كان في أي مشاكل نقدر نحلها إذا كانت في requirement ولا إذا كانت في specification بعدين حتى في design. So formal method are most likely to be applied to safety critical system و security critical software. فالformal methods أو الطرق الرسمية هذه بيستخدموها في الأنظمة الحرجة أو السيفتي كريتيكال سيستم والسكيورتي كريتيكال سيستم. ليش؟ لأن الخطأ في الأنظمة هذه أو خطأ في وصف المتطلبات بتاع الأنظمة هذه ممكن يؤدي إلى فقد الحياة، ممكن يؤدي إلى دمج كبير، يعني ممكن يؤدي إلى كارثة. فبنحاول إن إحنا لما نجي نوصف المتطلبات بتاع السيستمز هذينا نحاول ان انا اكون دقيق، ان انا نستخدم حاجه ماثماتكس بتكون بتوصفها لي بشكل دقيق. السيفتي كريتيكال سيستمز احنا عرفنا يعني عارفينها من قبل، هي عباره عن اللي هي زي مثلا مش زي مثلا السوفت وير اللي يكون موجود في السيارات او في الطيارات او في الترين في القطارات وهكذا. السوفت وير هذا اذا كان معطل ممكن يؤدي الى ان الركاب اللي في الترين كلهم يموتوا، الطيارات تطيح وهكذا. Formal methods can be used to produce precise and ambiguous documentation in which the information is structured and presented at appropriate level of abstraction. يبقى formal method بنستخدموها باش يكون عندي documentation دقيق مش غامض ولا لبسة فيه، واضح clear. Okay. بحيث انه يتم تنظيم المعلومات فيها، يتم عرض المعلومات وتنظيمها بطريقة واضحة للكلاينت. This documentation can be used to support the design. لما نكتب ال specification بتاعي باستخدام الفورمال ميثود، هذه طبعا هتدعم الستيج الثانية في السوفت وير ديفولبمنت اللي هي الستيج بتاع الديزاين. And as a guide to subsequent development and testing and maintenance. يبقى الفورمال ميثود مكانها وين موجود؟ موجود ما بين الريكوايرمنت وما بين الديزاين في النص. لما انا نكتب الريكوايرمنت بتاعي بطريقه فورمال بطريقه رسميه باستخدام الرياضيات، هذا هيساعدني واجد في الستيجز اللاحقه اللي هي الديزاين والتستنج والابليتيشن والمينتنس. سو الفورمال ميثود هي عباره عن طريق لزياده تحسين الجوده بتاع السوفت وير. يعني لما نطبق انا الفورمال ميثود معناها ان هيك بنحسن الكواليتي بتاع السوفت وير بتاعي. الديتيل اناليسيز ذات ار اسينشال بارت اوف ذا فورمال ميثودز وود بي تو ذا بروجرام وذ فيور ايرورز. يبقى كتابه الديتيل اناليسيز ذات ار اسينشال بارت اوف فورمال ميثود. الفورمال ميثود زي ما قلنا احنا اللي هي ان احنا نكتب السبيسيفيكيشنز بتاعي بطريقه فورمال بلانجوج معينه عندها فوكابري خاص بيها عندها سيمانتيك خاص بيها. لو احنا اتبعنا الفورمال ميثود في كتابه المواصفات هذا هيعطينا شنو؟ هيعطينا برنامج، والبرنامج هذا او يعطينا سيستم او سوفت وير بيكون ما فيش اخطاء واجد في فيه ايروس. The cost and the problem of introducing the formal method into software process are very high. يبقى عشان هيك مش every company use a formal method. صعب ان احنا نطبق، يعني جميع الشركات او organizations تستخدم formal method في وصف المتطلبات بتاعها. ليش؟ لانها expensive very high. Cost بتاعها تكلف واجب. However the formal specification is excellent way of discovering error and present system specification in the best way. يعني هي صح ان هي تكلفنا، ان هي مكلفه الفورمال ميثود، بس مكلفه جدا، بس في نفس الوقت هي طريقه ممتازه نكتشف بيها الاخطاء الموجوده في السيستم. ليش؟ لانك انت بتحلل السيستم بتاعك وبتكتبه بطريقه فورمال بطريقه رسميه ما يكونش فيها اي غموض. So all the successful projects which have used the formal method have reported fewer errors and delivered software. يعني جميع المشاريع اللي استخدموا formal methods
قالوا إن لما كتبنا المواصفات بتاعنا باستخدام الفورمال ميثودز معطانا فيو ايرورز في السوفت وير بتاعنا. تمام؟ السبيسيفيكيشن كان بي ريجاردد از ا ديسكريبشن that is intended to be precise, unambiguous, concise, and complete as possible in context of its specific application. يعني specification شو تعريفه بتاعها اللي هي يمكن اعتبارها وصف دقيق وما فيش غموض وواضح وكامل في نفس الوقت لابلكيشن معين. وجهد السبيسيفيكيشن ان انت بتوصف او انت بتشرح المتطلبات بتاع سيستم او بتاع ابلكيشن معين بطريقه واضحه بطريقه ما فيهاش غموض بطريقه كامله. الفورمال سبيسيفيكيشن هي عباره عن از سبيسيفيكيشن حتى هي عباره عن مواصفات ريتن ان فورمال لانجويج يعني هي حتى هي تشرح مواصفات بتاع سيستم بس بتكون مكتوبه بطريقه فورمال لانجويج where the formal language is either based on rigorous mathematical model or simply by standardized program or specification language. يبقى informal specification هي انت توصف specification بتاع السيستم بتاعك بس باستخدام طريقة صارمة او طريقة واضحة اللي هي طريقة رياضية اللي هي mathematical models. In most cases, informal specification are for code review execution and for passing the specification around to members in the design team. يبقى أنا لما نستخدم معظم الحالات لما نستخدم الفورمال سبيسيفيكيشن بتكون المواصفات الرسمية هذه لتنفيذ مراجعة التعليمات البرمجية. يعني عندي كود معين بالراجعة باستخدام لما يكون مكتوب بطريقة الفورمال سبيسيفيكيشن لما نجي نراجع طريقة المراجعة بتاعها بتكون سهلة. في نفس الوقت لما نكتب أنا السبيسيفيكيشن بطريقة فورمال هذا حيسهل للتيم بتاع الديزاين إن هم يديروا شغلهم بطريقة كويسة أو على أكمل وجه. In most cases, only subset of the formal specification language, زي مثلا Z language, are machine executable. يعني في هذين بعض اللغات اللي يستخدموا في الفورمال سبيسيفيكيشن زي الزي والفي دي ام اللي هو اختصار لكلمه فان ديفولمنت ميثود. الفورمال ميثود امبلايز ذا ابلكيشن اوف ات ليست وان فورمال سبيسيفيكيشن لانجويج. يبقى في الفورمال ميثود تتطلب ان احنا نستخدم واحده من اللغات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الزي والفي دي ام. طبعا كل لغه من اللغات هذين بيكون عندها الفوكابلري الخاص بيها والسيمانتيك الخاص بيها زي ما هنشوفه بعدين. الفورمال ميثودز ار اوفن امبلويد ديورينج السيستم ديزاين بتكون بيستخدموها اثناء تصميم النظام. When the degree of the confidence in to describe the system behavior concluded from finite number of tests is low. The informal methods implementation شو فيها يكون؟ فيها الـ formal method تشتمل على three things. أول واحدة اللي هي probability theory هي الاحتمالات في الـ performance الاحتمالات وبتستخدم context free grammar اللي هي استخدام قواعد اللغة زي language whatever اللغة اللي احنا هنستخدموها. The use of the relational calculus and database theory هي التفاضل والتكامل في نظرية في قواعد البيانات. وبالتالي الفورمال ميثودز بتحتوي على تي بارتس احنا هنتعرفوا على الراشنال كالكولس والبروبابيلتي ثيوري والكونتنتس فري في المحاضرات الجايه. The importance of both proof when we introduce the language of mathematical logic we explain the use of the proof system. يعني زي ما نقول لما نعطي sentence معينة نقول إن x plus y بتساوي y plus x بنحاول نثبتها. لما نثبت حاجة بطريقة رياضية معناها يعني زي ما نقول إن هي مكتوبة صح خلاص ما فيهاش لبس ما فيش اتنين هيختلفوا في نفس المعنى هذا من جديد. Once we introduce the language of sets and the relationships, we explain how an object can be built with formal proof. هناخد برضو في المحاضرات الجاية تعريف السيتس وهنعرف شنو الريليشن شيبس اللي احنا نقدر نستخدمها في
في وصف المتطلبات بتاع النظام بتاعك. When we introduce the language of schema اللي هي زي في السي لانجوج عندهم سكيما معينة بش أو شكل معين أو مخطط معين بش يكتبوا فيه الـ requirement, we show how to prove that the specification is consistent and how to prove that one specification refine other. يبقى السكيما هذه هنتعرف عليها في الزي لانجوج. في الزي لانجوج يستخدموا في السكيما, والسكيما هذه بتكون two parts مقسمة إلى جزئين. الجزء الأول يشرح فيها المتغيرات, والجزء الثاني بيورينا كيف إن إحنا نطبق الأوبريشن على المتغيرات اللي إحنا عرفناها من قبل. So our intention are twofold. The first thing يعني بنثبت first to show that the proof add quality to software development. لما أنا نطبق ال formal methods على على أو لما نستخدم الفورمال ميثود باش نوصف السبيسيفيكيشن بتاع اي سيستم, معناها انها هيك زدت من الجوده او من الكواليتي بتاع السوفت وير بتاعي. نضمن ان هو حتى لو كان في ايرو هيكون في فيو ايروز, لكن مش هيكون بالكثره اللي لو انا ما استخدمتهاش. Second, to show that the proof is vital part of the industrial use of the formal method, نثبت ان البروف هذا هو عباره عن important part في الاندستري يوز. لما بنثبت حاجه ان هي صحيحه, هذه زي ما نقول ان هي حاجه كويسه بتخلينا نتفادى الاخطاء في الفيوتشر. If we think about the specification, if we attempted to construct a proof about its properties, then we are more likely to detect the problem. يعني لما بنجي نفكر في المواصفات ونشوف شنو البروبرتيز او المواصفات بتاع السيستم هذا ونحاول ان نثبتها, يبقى هيك يعني بنحاول ان نكتشف اي اخطاء في الايرلي ستيج في السوفت وير ديبلومنت. The process of constructing proof can help us to understand the requirement. لما نثبت ان مثلا السنتنس هذه او الريكوايرمنت هذه صحيحه, هذا يساعدنا ان احنا نكتب السيستم الريكوايرمنت بتاع السيستم بطريقه صح. يعني لما ندير بروف الامبورتنس اوف بروف, لما ندير بروف لسنتنس معينه, معناها كاني انا قلت ان السنتنس هذه كونستراكت او بيلد كوركتلي, ما فيهاش اي امبيديوس, واضحه requirement ما فيهاش اي اخطاء, and can assist us in identifying any hidden assumption. برضو تخلينا نفهموا شنو الاسطرة المخفية اللي موجودة في ال requirement. لو في حاجة مش واضحة في ال requirement, باستخدام importance of proof توضح عندي اكتر. Proof at the specification stage can make significant contribution to the quality of the software. يبقى لما نبي نثبت اي حاجه, او لما نبي نثبت ان مثلا سنتنس او ريكويرمنت معينه مكتوبه بطريقه صح, معناها هيك زي ما قلنا من قبل ان هي هذه مزيدة نافي للكواليتي بتاع السوفت وير, يبقى هاي كواليتي. At the design stage, a proof can show us not only that the design is correct, but also why it is correct. يعني لما نجي نثبت ان الحاجه هذه صح, او في الديزاين ستيج البروف, في الديزاين ستيج البروف هذا او الاثبات هذا, مش يوضح لنا بس ان الديزاين مكتوبه بطريقه او الديزاين مصمم بطريقه صحيحه, بس برضه بيثبت لنا why it is correct, ليش هو صح, ليش, لان احنا درنا بروف لان اثبتناه. The new information it offers may be useful. When a requirement changes and the design is modified, it is easier to analyze the consequence. لو صار أي تغيير في requirement أو في design, بيكون من السهل إن إحنا نعرف شنو حيكون ال consequence أو شنو حيكون العواقب بتاع التغيير هذا. At the implementation stage, في مرحلة التنفيذ, the proof can help us to ensure that the piece of code behave according to specification. يعني لما نجي ناخد part مثلا في البرنامج ونبي نثبت صحة البارت هذا, نبي نثبت ان هو يشتغل بطريقة صحيحة, يعني كان يعني كأن احنا بنقوله مثلا لو عندي برنامج وفي functions, نبي نثبت ان الفانكشن هذه بتعطيني الاوتبوت الصحيح, معناها في الكود, يعني هذا piece of code
وان اكوردنج تو شنو، اكوردنج تو ذا سبيسيفيكيشن. يعني الجزء هذا مثلا اللي في الكود او فانكشن هذه في الكود مثلا بتطلع مثلا سي مثلا اعلى مرتب ماكس سالري، كان اشتغلت بطريقه صحيحه معناها هيك كانها متطابقه مع المواصفات اللي احنا قلناها. Again, significant contribution to quality can be made. إذا كان إحنا طبقنا the formal method معناها نضمن الجودة أو نضمن the quality حتكون كويسة. يبقى هذا السمري بتاعنا، حكينا عن the main case وحكينا why it is important to study formal method و recognize the importance of the formal specification. Thank you and we'll talk to you next lecture.